إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، فيا أيها الأحبة الفضلاء، منذ بضعة أيام احتفلت الأمة الإسلامية بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن للأسف الشديد لعل كثير من المسلمين يعتقدون أن الاحتفال بالمولد النبوي صلى الله عليه وسلم، هذه القربة العظيمة، تتمثل في إقامة السرادقات والإنشاد الديني وتلاوة آيات من الذكر الحكيم وأكل الحلوى واللحوم وما إلى ذلك من الأشياء التي هي بدع منكرة. ولعل كثيرا من الإخوة نبه إلى ذلك. وبعد بضعة أيام من اليوم ستحتفل أيضا الأمة الإسلامية بعيد الأم. هذه الأعياد الكثيرة في العام، نحن معاشر المسلمين ليس لنا أعياد في العام إلا عيدين أيها الأحبة الفضلاء، عيد الفطر وعيد الأضحى. والأعياد توقيفية، أي أن كل عيد لا بد أن يكون عليه دليل من الشرع. لا تحتفل الأمة بأعياد هكذا اعتباطا، ولو أطلقنا العنان إلى كل مناسبة أن نعمل لها عيد، أو يعني تقوم الأمة الإسلامية بالاحتفال بهذه المناسبة، فالمناسبات كثيرة لا تكفي أيام العام لكي تكون أعياد للأمة الإسلامية. ولكن يجب على الأمة أن تعلم أن الأمة الإسلامية ليس لها أعياد إلا عيد الفطر وعيد الأضحى، وإن هذا العيد الذي نحن بصدده، ألا وهو عيد الأمة الذي ستحتفل به الأمة بعد بضعة أيام، إنه جحود من الناس أن يعق الأمهات طوال العام، ويأتي الرجل في يوم واحد يبر أمه فيه في يوم واحد في العام. إن منزلة الأم ومنزلة الوالدين والأبوين منزلة عظيمة، وحقوق الوالدين حقوق أوجبها المولى تبارك وتعالى على الناس طوال العام لا يوما واحدا. لك أن تتخيل أيها الأخ الكريم أن الهدف من خلق هذه الدنيا بأسرها هو عبادة الله الواحد القهار، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فكأن المولى تبارك وتعالى خلق هذه الدنيا بأسرها من أجل عبادته جل وعلا. إذن المولى تبارك وتعالى لما يتكلم في القرآن عن أمر عبادته وتوحيده جل وعلا، فيكون هذا الأمر في القرآن من أهم الأوامر التي أمرنا بها المولى تبارك وتعالى. نجد هناك أيها الأحباب أن الله تبارك وتعالى لما يأمر الناس بأن يعبدوه وحده لا شريك له يقرن بذلك بر الوالدين. نعم والله يقرن بذلك بر الوالدين، لعلها إشارة من المولى تبارك وتعالى على هذه
هذه المنزلة العظيمة للوالدين، فلا يجب أن نبرهما يوما واحدا في العام. يقول المولى تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ألا تعبدوا إلا إياه. قضية العبودية والتوحيد، هذه القضية التي خلق المولى تبارك وتعالى الدنيا بأسرها من أجل هذه القضية. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه يقرن بها وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هكذا أيها الإخوة الفضلاء، الآيات الخاصة بتوحيد الله جل وعلا هي من أهم الآيات، مقرون بها بر الوالدين، مقرون بها الأمر بالإحسان إلى الوالدين، والأمر يقتضي الوجوب، أي أن الإحسان إلى الوالدين أمر مفروض عليكم أيها الأحبة الفضلاء من قبل المولى عز وجل، والفرض أو الواجب يثاب فاعله ويأثم تاركه. احذر أيها الأخ الكريم أن تفرط في هذا الواجب الذي أوجبه عليك مولاك تبارك وتعالى. يقول المولى تبارك وتعالى: واعبدوا الله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ويقول المولى عز وجل: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. يقرن الأمر ببر الوالدين مع الأمر بتوحيده جل وعلا. لعل الإشارة خطيرة والأمر جد خطير. والله أيها الأحباب، وإذ قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قضية التوحيد. وإذ قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. أيها الأحبة الفضلاء، قضية بر الوالدين من أخطر القضايا، فلا يصح أن الإنسان يحسن إلى والديه أو إلى أمه يوما في العام. لعل الذين ابتكروا هذا العيد أساءوا إلى أمهاتهم طوال العام فأشفقوا على الأمهات من كثرة الإساءة والعقوق، فأرادوا أن يكرموا الأمهات يوما واحدا في العام. فلا يليق بأمة الإسلام أن تحزو حزو هؤلاء العصاة لابدا والله أيها الأحباب. فالأم مكرمة طوال العام والأب مكرم طوال العام، أوجب ذلك المولى تبارك وتعالى وفرضه على المسلمين. هكذا أيها الأحبة الفضلاء، النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عبد الله بن مسعود: أي العمل أحب إلى الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. قال عبد الله بن مسعود: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي أو ثم ماذا؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم رتب الأعمال وجعل بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله. وما أدراكم ما الجهاد في سبيل الله؟ ذروة سنام الأمر، رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. هذا الجهاد في سبيل الله من أجل القربات ومن أعظم الأعمال، ولكن بر الوالدين مقدم عليه. من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حيث قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أبايعك على الهجرة والجهاد.
أبتغي الأجر والثواب من الله تبارك وتعالى. الهجرة أن الإنسان يهاجر، يترك وطنه في سبيل الله، يترك أصحابه أحبابه جيرانه، يترك مسقط رأسه في سبيل الله، يهاجر إلى الله تبارك وتعالى وفي سبيله. والجهاد في سبيل الله لعله يبذل نفسه وماله فداء لدين الله تبارك وتعالى. أعمال جليلة. هذا الرجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر والثواب من الله عز وجل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من والديك أحد حي؟ قال: بل كلاهما أحياء. قال: وتبتغي الأجر والثواب من الله؟ قال: نعم. قال: ارجع إلى والديك وأحسن صحبتهما. ارجع إلى والديك وأحسن صحبتهما. فلعل الإحسان إلى الوالدين يجعل الإنسان يرتقي في منزلة أعظم من منزلة المجاهدين في سبيل الله، وأعظم من منزلة الذين هاجروا في سبيل الله. فالبر أيها الأحباب من أجل القربات التي يحبها الله تبارك وتعالى. لما قرن المولى عز وجل بر الوالدين مع الآيات الخاصة بالتوحيد، قرن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم العقوق مع الإشراك بالله. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، قال فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور. حتى قال أبو بكرة رضي الله عنه وأرضاه: ليته سكت، إشفاقا على النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أكبر الكبائر أولها الإشراك بالله، بعدها عقوق الوالدين والعياذ بالله. انظروا خطورة الأمر أيها الأحباب. المسألة جد خطيرة، والناس فرطوا في مسألة بر الوالدين في هذا الزمان. الإشراك بالله ثم عقوق الوالدين بعده مباشرة أيها الأحبة الفضلاء. وهذا هو جبل الأعراف. جبل الأعراف جبل بين الجنة والنار، يقفون عليه أهل الأعراف. من هم أهل الأعراف؟ هم الذين تساوت حسناتهم مع سيئاتهم، تساوت الحسنات مع السيئات، فلا أنهم يستحقون الجنة ولا أنهم يستحقون النار. فيقفون على جبل الأعراف بين الجنة والنار، ينتظرون مشيئة الله تبارك وتعالى فيهم، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. لذلك يقال عنهم أهل المشيئة. أهل المشيئة هم أهل الأعراف، تساوت حسناتهم مع سيئاتهم، يقفون على جبل الأعراف بين الجنة والنار، ينتظرون مشيئة الله تبارك وتعالى فيهم. يقولون العلماء أنه يقف على جبل الأعراف أناس شهداء استشهدوا في سبيل الله، بذلوا النفس والمال في سبيل الله. والشهيد أيها الأحباب يدخل الجنة دون حساب ولا عذاب، فما بالنا الآن نراه يقف على جبل الأعراف؟ لماذا لا يدخل هؤلاء الشهداء إلى الجنة مباشرة ويقفون على جبل الأعراف مع أهل المشيئة؟ قالوا العلماء إنهم استحقوا الجنة بالشهادة في سبيل الله، ولكنه منعهم العقوق. استحقوا النار بالعقوق واستحقوا الجنة بالشهادة، بعدما بذلوا للجنة أغلى ثمن ممكن أن يبذل للحصول عليها، ومع ذلك لم يحصلوا عليها. منعهم العقوق، أعاذ الله وإياكم من ذلك، من دخول الجنة. فيقفون على جبل الأعراف ينتظرون مشيئة الله تبارك وتعالى. فبر الوالدين من أجل القربات ومن أعظم الواجبات وأخطرها على الإطلاق، يجب أن يحذرها الإنسان.
فالإنسان المسلم يجب أن يلتزم تجاه والديه بآداب شتى. أول أدب طاعة الوالدين في كل ما يأمران به أو ينهيان عنه ما لم يأمران بإثم، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن فيما عدا ذلك فلهما الطاعة العمياء. طاعة الوالدين أول أدب من الآداب. عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول: كانت تحت امرأة، يعني كنت متزوج امرأة، كانت تحت امرأة وكنت أحبها، وكان عمر يكرهها يعني أبيه، فأمرني أن أطلقها فاشتد علي ذلك فأبيت، فشكى عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: طلقها، فطلقتها. انظر أيها الأخ الكريم، العلماء يقولون في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعلم عدل عمر وأنه لا يظلم هذه المرأة، والعلماء يقولون في هذا الحديث أن ابن عمر كان يحب زوجته حبا فطريا، يعني كما يحب الرجال النساء، ولكن عمر كان يكرهها كراهة دينية، لذلك أمره بطلاقها. وعن أبي عبد الرحمن أنه قال: كان رجل منا برا بوالديه، كان رجل منا برا بوالديه، فأمراه أو أمره أحدهما أن يتزوج، فتزوج هذا الرجل، فنشب خلاف بين زوجته وأمه، فوافق زوجته، فأمرته أمه أن يطلق زوجته، فاشتد عليه طلاق زوجته، واشتد عليه أن يعق أمه، فذهب إلى أبا الدرداء رضي الله عنه وأرضاه وقص عليه القصة، فقال له أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: ما كنت آمرك أن تطلق زوجتك، وما كنت آمرك أن تعق أمك، ولكن إن شئت حدثتك حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، يعني الوالد أي الأب أو الأم أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فحافظ على الباب، وإن شئت فضيع. فقال الرجل: بل أحافظ على الباب، أشهدكم أن زوجتي طالق. طاعة للأم. انظر أيها الأخ الكريم، فأول أدب من الآداب أن الإنسان يطيع والديه، طاعة في غير معصية الله تبارك وتعالى. ثاني أدب من الآداب توقير الوالدين واحترامهما وخفض الجناح لهما، وألا تسافر إلا بإذنهما، وألا تستسب لهما، ويعني وتخفض لهما يعني جناح الذل من الرحمة، وتحسن إليهما في القول والفعل. أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول: لا تمشين أمام أبيك، ولا تجلس قبله، ولا تستسب له، ولا تدعوه باسمه. لا تمشين أمام أبيك، ولا تجلس قبله، ولا تدعوه باسمه، ولا تستسب له. كثيرا من الناس يمزح مع أبيه ومع أمه، ينادي أبيه باسمه وينادي أمه باسمها على سبيل المزاح، لعل الأبوين لا ينكران ذلك على الأب أي على الابن، ولكن إذا وقرهما ونادهما بأبي وأمي كان أفضل، كان أفضل. والفضل بن يحيى كان من أبر الناس بأبيه، الفضل بن يحيى البرمكي كان من أبر الناس بأبيه، وكان في زنزانة واحدة مع أبيه في السجن، وكان يحيى رجلا كبير في السن لا يتوضأ إلا بماء ساخن أو دافئ، فمنعهما السجان من إدخال الحطب في ليلة باردة، فما كان من الفضل إلا انتظر حتى نام يحيى أبيه، ثم عمد إلى قمقمة من الماء فملأها ماء ورفعها بيده نحو المشعل أو نحو الضوء، وظل واقفا بقمقمة الماء يدنيها من المشعل حتى برق الفجر، واستيقظ يحيى والده فأعطاه الماء ليتوضأ. طوال الليل رافعا يده بقمقمة الماء حتى يسخن الماء قليلا ليتوضأ به أبيه،
لما منعهما السجان من إدخال الحطب. وفي حديث الثلاثة الذين يعني كانوا في الغار وانحدرت صخرة عظيمة سدت عليهم فوهة الغار، سيموتون داخل الغار، فقال أحدهم إنه لا ينجيكم من هذا المأزق إلا أن تدعوا الله تبارك وتعالى بصالح أعمالكم. فقام الأول ورفع أكف الضراعة لله تبارك وتعالى وقال: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران كنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. الغبوق هو شرب اللبن في الليل يسمونه غبوق، والصبوح شرب اللبن في الصباح. هذا الرجل قال: كنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. الأهل الزوجة والأولاد، المال الخدم والعبيد الذين يملكهم بماله. فيقول هذا الرجل: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران كنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. وفي يوم نأى بي طلب الشجر، طلب خرج يطلب الحطب، فيقول: فلم أرح عليهما حتى نام. عاد في الليل من طلب الحطب، نام والديه، فيقول: فحلبت لهما غبوقهما ووقفت بالقدح عند رأسهما وكرهت أن أوقظهما، كره أن ينغص عليهما نومهما، وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، كره أن يشرب أحد في البيت اللبن قبل أبيه وأمه، وفي نفس الوقت كره أن ينغص عليهما نومهما ويوقظهما. فقال: وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، والأطفال يتضاغون عند قدمي يصرخون من الجوع. قال: فوقفت والقدح على يدي حتى استيقظا فأعطيتهما غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضات وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة، تقرب إلى الله تبارك وتعالى ببره لوالديه. ثالث أدب من الآداب التي ينبغي أن يلتزمها الإنسان تجاه والديه: برهما بكل ما تصل إليه يداه، كإطعامهما وكسوتهما وعلاج مريضهما وتقديم النفس فداء لهما. كهمس بن الحسن أيها الأحباب كان من أبر الناس بأمه، رأى في البيت عقربا، رأى في البيت عقربا، فأراد أن يضرب العقرب فسبقته إلى جحرها، فمد يده في جحر العقرب أراد أن يأخذها وجعلت تضربه أو تلدغه العقرب حتى كاد يموت. فلما سئل في ذلك: ما الذي حملك يا كهمس على ذلك؟ قال: خفت أن تخرج العقرب من جحرها وتجيء إلى أمي فتلدغها. رغم أنه في البيت في أولاده في زوجاته في الخدم في أناس كثيرون، لم يقل خفت أن تخرج العقرب وتأتي إلى أولادي فتلدغهم، ولكن جل خوفه على أمه: خفت أن تخرج العقرب وتأتي إلى أمي فتلدغها. كهمس بن الحسن كان يعمل طوال اليوم بدانقين يشتري بهما فاكهة وهو راجع لأمه. كهمس بن الحسن كان يسعد بأنه يكسح البيت لأمه ويخدم أمه بيده، حتى جاءه سليمان بن علي الهاشمي وأعطاه صرة من المال، قال له: اشتري بهذا خادم لأمك. فرفض كهمس بن الحسن، فكان من سليمان بن علي الهاشمي أن ألقى الصرة في البيت، فخرج فأخذها كهمس وخرج وراءه ودفعها إليه. كان يسعد بخدمة أمه بيده. كهمس بن الحسن أيها الأحبة الفضلاء، الذي كان له صديق يسمى عمرو بن عبيد، وكان يأتيه هو وأصحابه، فقالت له أمه: يا كهمس، إني أرى عمرو بن عبيد هذا وأصحابه يأتونك، وإني أكرههم ولا يعجبونني، فلا تجالسهم ولا تصاحبهم. فلما أتوه قال: إن أمي تكرهكم ولا تعجبونها، فلا تأتوني مرة ثانية. بالله عليكم، لو أن أحد الأمهات الآن قالت لغلامها الذي يبلغ من العمر 13 عاما: لا تصاحب فلان،
أو لا تصاحب فلان، والله لنهرها وزجرها، ولكن كهمسا يقولها مفتخرا أن أمي تكرهكم فلا تجالسوني ولا تصاحبوني. هذه هي منزلة الأم في الشرع. من الآداب الجليلة أيضا أيها الأحباب أن الإنسان يصل رحمه برا لوالديه، لأنه لا رحم له منهما إلا من قبل الآباء، إلا من قبل الأب والأم. فالإنسان الذي قد ماتت أمه أو مات أبيه ما زال البر موصول بصلة الرحم، بالإحسان إلى الخالة كأنه إحسان إلى الأم، بالإحسان إلى العمة كأنه إحسان إلى الأب، بالإحسان إلى أصحاب الأب أو أصحاب الأم كأنه صلة أو كأنه بر للوالد والوالدة بعد الوفاة. فالبر موصول، فهذه من رحمة الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، يروي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبيك. فهذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى الوالدين. لعل تكرار الوصية بالأم لضعفها، لعل تكرار الوصية بالأم لضعفها عن الأب، ولكن الإنسان يجب عليه أن يبر والديه الأب أو الأم. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات وواد البنات وكره إليكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. والسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الحقوق على الرجل؟ قال: أمه. فقالت: من أحق الحقوق على المرأة؟ قال: زوجها. لعل هناك بعض الاختلاط حينما يقول الرجل لزوجته: أمي، أمي، أبي، الوالدين، فلعلها تتفزلك عليه وتقول له: وأنا أيضا والدي، أمي وأبي، وتقدم يعني ما يطلبه الأب والأم بالنسبة لها على ما يطلبه الرجل. فالمسألة محسومة، الأمر حسمه النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للرجل أحق الحقوق عليه أمه، أحق الحقوق عليه أمه، ولكن بالنسبة للمرأة أحق الحقوق عليها زوجها. فالزوج بالنسبة للمرأة مقدم على الأب والأم. فيجب أن تعلم النساء هذه المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم وصى بالأم، والصحابة والتابعين يضربون لنا الأمثال في المعاملة الحسنة للأم. هذا أيها الأحبة الفضلاء: علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما، الملقب بزين العابدين، كان من أبر الناس بأمه، حتى أنه كان لا يأكل معها في صحفة واحدة. كان من بره بأمه أنه لا يأكل مع أمه في طبق واحد. فقالوا له: يا علي، إنك لا تأكل مع أمك في صحفة واحدة أو في طبق واحد. قال لهم: لأنني أخشى أن تمتد يدي إلى لقمة سبقت أمي ونظرت إليها فأكون قد عققتها بذلك. اعتبر ذلك عقوق للأمهات، يقول لهم: لأنني أخاف وأخشى أن تمتد يدي إلى لقمة في الطبق سبقت ونظرت إليها أمي فأكون بذلك قد عققتها. وهذا عبد الله بن عون، نادته أمه فأجابها: لبيك يا أماه، ولكن على صوته على صوت أمه قليل، فأعتق رقبتين تكفيرا لهذا الذنب. نادته أمه فأجابها، يعني لم يتركها كذا لكنه أجابها، ولكن على صوته قليلا، فأعتق رقبتين تكفيرا لهذا الذنب. وحيوى بن شريح هذا العالم الجليل، حيوى ابن شريح كان يجلس
ويجلسون الطلاب يكتبون أقواله. كان يجلس في مجلس العلم وتأتيه أمه وتقول له: يا حيوة قم وألق الشعير للدجاج. فيستأذن من الطلاب ويطيع أمه ويذهب ويلقي الشعير للدجاج. لا تقول له يا إمام ولا يا أستاذ ولا يا حيوة ولا يا عالم وما إلى ذلك، ولكن تقول له: يا حيوة قم وألقي الشعير إلى الدجاج. فيستأذن من الطلاب ويذهب طاعة لأمه ويلقي الشعير للدجاج. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما جاءه رجل، وهذا حديث عظيم أيها الأحباب، جاء رجل إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وقال له: إني خطبت امرأة فأبت، فخطبها غيري فوافقت، فغرت عليها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ فهل لي من توبة؟ يسأله عن التوبة من قتل نفس كبيرة من الكبائر. إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، فخطبها غيري فوافقت، فغرت عليها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ فقال له عبد الله بن عباس: أمك حية؟ قال: لا. قال: اذهب فتقرب إلى الله ما استطعت. جالس عطاء بن يسار فقال له: يا عبد الله، الرجل يسألك من التوبة من قتل نفس، تسأله أمك حية، لماذا؟ قال له عبد الله بن عباس: لأنني لا أعلم بشيء أحب إلى الله من بر الوالدة، فلعله لو أمه حية يوصيه عبد الله بن عباس بزيادة البر للأم، عسى الله عز وجل أن يغفر له جريمة القتل. قال له: أمك حية؟ قال: لا. قال: إذن فاذهب وتقرب إلى الله ما استطعت. لماذا يا عبد الله بن عباس تسأله عن أمه؟ يقول لعطاء بن يسار: لأنني لا أعلم بشيء أحب إلى الله من بر الوالدة، من بر الوالدة. نعم والله أيها الأحباب، بر الوالدة وبر الوالدين يجعل الإنسان في منزلة عظيمة. وهذا هو أويس بن عامر القرني، أويس ابن عامر القرني، عمر بن الخطاب. كلما يأتي مدد من أمداد اليمن الذين يبيعون الطعام وما إلى ذلك يسألهم: أفيكم أويس ابن عامر القرني؟ لا. كلما يأتي مدد في العام المقبل: أفيكم أويس ابن عامر القرني؟ حتى عثر على أويس ابن عامر القرني. وقتها كان عمر بن الخطاب أميرا للمؤمنين، ذهب: أنت أويس ابن عامر القرني؟ قال: نعم. قال: من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم. قال: كان بك مرض البرص فبرئت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: لك أم؟ قال: نعم. قال له: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيأتي عليكم أويس بن عامر القرني من مراد ثم من قرن، كان به مرض البرص فبرئ منه إلا موضع درهم، هو له أم هو بارا بها، لو أقسم على الله لأبره، إن استطعت أن يستغفر لكم فاسألوه أن يستغفر لكم. فقال له عمر بن الخطاب: استغفر لي. فاستغفر له أويس بن عامر القرني. انظروا أيها الأحباب، ما الذي رفع منزلة أويس بن عامر القرني هذه المنزلة التي جعلت عمر بن الخطاب الذي هو من العشرة المبشرين بالجنة، الذي هو إذا كان نبي بعد النبي لكان عمر، الذي وافق حكم الله تبارك وتعالى في ثلاثة أمور، هذا هو عمر بن الخطاب الذي كان على خده خطان أسودان من خشية الله تبارك وتعالى. هذه المنزلة العظيمة لعمر بن الخطاب الفاروق، يبحث عن رجل عادي لم يكن صحابيا يسأله أن يدعو له ويستغفر له. ماذا كانت آية أويس؟ بره بأمه. ماذا كانت آية أويس التي تجعل عظماء الصحابة يبحثون عنه؟ بره بأمه رفعه، بره بأمه رفعه هذه المنزلة العظيمة التي تجعل العشر المبشرين بالجنة يسألونه أن يستغفر لهم. هذه هي منزلة الأم. الإمام أبو حنيفة رحمه الله كان كل شهر يتصدق بعشرين دينار
لوالديه. والإمام أبو حنيفة رحمه الله لما عرض عليه القضاء فرفض، أمروا أن يحبسوه، فحبس الإمام أبا حنيفة، وكل يوم يعرض عليه منصب القضاء فيرفض فيضربوه ويعذبوه وهو يصبر ويحتسب. حتى في يوم من الأيام أثر الضرب والتعذيب في وجه الإمام أبا حنيفة فبكى، فقالوا له: يا إمام، يعني لك مدة تعذب وتضرب، ما بكيت؟ ما الذي يبكيك الآن؟ قال لهم: لأن الضرب أثر في وجهي وعلم، وإذا رأتني أمي كذلك اغتمت وحزنت، وما أشد علي شيء من حزن أمي. لا يبكي من ألم الضرب، ولكن يبكي لأن أمه إذا رأته ذلك كذلك حزنت. لعل الضرب إذا ما كان في جسمه لم يظهر لأمه لا يبكي، ولكن هو يبكي لأن أمه ستراه وسترى وجهه كذلك فستحزن، وما أشد عليه شيء من حزن أمه. هذه هي الأم. الآن للأسف الشديد نجد من يشتم أمه، ومن يضرب أمه، ومن يكسر ذراع أمه، بل ومن يقتل أمة. نعم والله، الجرائم نقرأها في الجرائد ليل نهار وكل يوم، من يقتل أمه بغرض المال، ومن يقتل أمه لأنه يريد الشقة، ومن يقتل أمه لكذا وكذا. وصور بعضهم جريمة قتل الأم، ولله در القائل حيث قال: أغرى امرئ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الوتر، قال: ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر، فمضى فأغرز خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى فتدحرج القلب المقطع إذ عثر، ناداه قلب الأم وهو معفر: ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الغلام قد انهمر، فدرى فظيع جناية لم يجنها ولدا سواه منذ تاريخ البشر، فارتد نحو القلب يغسله بما فاضت به عيناه من سيل العبر، ويقول: يا قلب انتقم مني ولا تغفر، فإن جريمتي لا تغتفر، واستل خنجره ليطعن قلبه طعنا فيبقى عبرة لمن اعتبر، ناداه قلب الأم: كف يدا ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر. هكذا أيها الأحباب، الابن يقسو دائما والأم تحنو، فيا أيها المضيع لأوكد الحقوق، المعتاض عن البر بالعقوق، الناس لما يجب عليه، الغافل عما بين يديه، بر الوالدين عليك دين، وأنت تتعاطاه باتباع الشين، تطلب الجنة بزعمك وهي تحت أقدام أمك، كانت بطنها لك حواء، كانت بطنها لك وعاء، وثديها لك سقاء، وحجرها لك حواء. نعم أيها الأحبة الفضلاء، نعم أيها الأحبة الكرام، لابد أن نرجع لدين الله تبارك وتعالى، ونعلم منزلة الوالدين، ونعلم منزلة الأب والأم، وأن الله تبارك وتعالى لما أمر ببر الوالدين قارن بذلك الأمر، أو قارن هذا الأمر بالأمر بتوحيده جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ويقول المولى عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ويقول المولى جل وعلا: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. الآية: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني
لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعلمون. عباد الله ارجعوا إلى دينكم، لا بد أن تبروا والديكم لأن هذا الأمر من أجل الأوامر ومن أخطرها ومن أجل القربات. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى بر والدينا. اللهم وفقنا إلى بر والدينا، اللهم وفقنا إلى بر والدينا، اللهم وفقنا إلى بر الوالدين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أذن لشريعتك بأن تحكم الأرض وأن تسود. اللهم ارفع علم الجهاد، اللهم اقمع أهل الزيغ والعناد. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. اللهم طهر المسجد الأقصى من دنس اليهود الملاعين. اللهم اهلك اليهود ومن هاودهم، واهلك الأمريكان ومن حالفهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، واجعلهم لكل حبيب فدا. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، وانصر إخواننا المسلمين في العراق، وانصر إخواننا المسلمين في أفغانستان، وانصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء. اللهم اغفر لنا فأنت خير الغافرين، وارحمنا فأنت خير الراحمين، وتب علينا فإنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.